في حلقة النهاردة هنعمل طبق بامية، لكن البامية لوحدها مش بتبقى لطيفة جدا. هي حلوة وكل حاجة، بس احنا عايزين برضو نعمل حاجة زيادة. البامية النهاردة باللحمة الضاني، بالأخص كتف الضاني. وما دام احنا بقى جو عيد وحاجات بتتذبح، نحطها في البامية. كل سنة وانتم طيبين، اهلا بيكم في حلقة جديدة في مطبخ 101. عيد الكبير والعيد فرحة والأغاني الحلوة دي. السنة دي العيد طويل شوية، اظن هو اسبوع العيد بجد يعني. فطبعا احنا بنتكلم في ايه، تقريبا 7-8 ايام من اللحمة وكده. فاللي احنا عاملينه يعني مختلف شوية السنة دي، ان انا مش بس بتكلم في الفليه والمش عارف ستيك والمش عارف ايه والفخد الضاني اللي محطوطه في الفرن، مش بس كده، احنا عايزين برضو ناكل، نشوف ايه نقدر ناكل ايه من الاجزاء التانية. فالاجزاء التانية بقى اللي هي بتبقى حلوه جدا 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 في التسبيك، الكتف، كتف الضاني. بيبقى فيها شغط كتير، بس بيبقى فيها دهن، بيبقى فيها كميه دهن، ونوعيه الدهن بتبقى لطيفه جدا. دي لما بنيجي نسويها، احنا عايزين نسويها على نار هاديه لفتره ايه، 2-3 ساعات. جميل، مش 2-3 ساعات ان انا واقف جنبها، لا، 2-3 ساعات على نار هاديه، وايه كل فين وفين ابص عليها، محتاجه ميه اشربه ميه، مش محتاج ميه خلاص اروح اعمل اي حاجه تانية وارجع له. هنلاقي ان الكتف مليان طعم حلو جدا، سواء بقى كندوز او ضاني او بتلو، وفي نفس الوقت يدوب في البق. البامية اللي احنا هنعملها النهاردة، طبعا في بامية في الموضوع، في عصير ليمون، شوية ثوم، شوية بصل، طماطم مضروبين في خلاط، ومعجون الطماطم، شوية دبس رمان، وجزر قدامي، وادي اللحمة الضاني. دي اللحمة الضاني زي ما قلت لكم من الكتف، متشفية، متقطعة مكعبات، ومحطوطة في زبادي مع مثلا كوبايه زبادي على 5 فصوص ثوم مضروبين في الخلاط، مع حزمه كده حلوه جدا من النعناع. طب النعناع وباميه، على فكره مش هيبان طعم النعناع في الموضوع خالص. كل ما اللي هيحصل ان احنا بنطلع الطعم اللي معظم الناس بتخاف منه، اللي هي الزفاره بتاعت الضاني. طبعا دي واخده سنه ملح، تمام. بس فادي دي مثلا بنعملها يعني 2 ساعات قبل، عايزين تعملوها اليوم اللي قبليها مفيش مشاكل. الريحه اللي طالعه فظيعه جدا 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 جدا، تمام. هنا في حله احنا مسخنينها على النار، فاللي هنعمله ان انا عايز في الاول هاخد دول يدوب يتحمروا في السريع، وبعد كده هنحمر الخضروات، وبعد كده نرجع اللحمه تاني. احنا هنمشي بالستبس اللي احنا عارفينها لما نيجي نعمل اي كباب حله. يعني انا هعتبر النهارده اللي احنا عاملينه، احنا عاملين كباب حله بس ضاني وفيها باميه. هي دي النقطه عشان نسهل على نفسينا. احنا مره كنا عملنا نفس ذات الطبق ده قبل كده، لكن الاختلاف كان ان انا كنت واخد عظم وحارق العظم الاول وعامل دامي جلاس وتعب نفسي وتعبتكم معايا وكل الكلام ده. اللي انا هعمله النهارده اسهل شويه، اسرع شويه، تمام، عشان عارف مش كله هيعمل دامي جلاس في البيت والحاجات دي، عايزين نعمله في السريع وبرده هيبقى طعمه حلو جدا. فانا بس بصفي الاول اللحمه من من الزبادي، يعني خلاص قامت بالواجب. دي منقوعه بقى لها 6 ساعات تقريبا، كل ما تتنقع اكتر كل ما تبقى احسن، بس ما بتبقى في التلاجة متغطية، وما تقعدش في التلاجة اكتر من 18 ساعة، يعني يوم يعني اقل، ما يقعدش مش لازم يقعد 24 ساعة. في حتة دهن كده انا حطيتهم معاهم، لان دي بقى هيبقى ليها استخدام. جميل.
هنا احنا مسخنين زي ما قلت لكم الطاسه سخنه جدا، حتى عشان كده بعتها عن النار شويه الاستراحه بتاعت المناديل. اسمها ده معالق زيت عباد ولا زيت زيتون؟ احنا عايزين نار عالي جدا، فانا لو حطيت زيت زيتون تمام الزيت ممكن يتحرق بسرعه، احنا عايزين زيت بيستحمل الحراره. سمنه لطيف جدا بيستحمل حراره كويس جدا، او ممكن زيت عادي زيت عباد او زيت اللي اسمه التاني ده عباد وزيت ذره. جميل. هنحط يا دوب لما نيجي نعمل اي حاجه بان سيرنج او كده يعني يا دوب كميه الميه تبقى يا دوب يا دوب مغطيه اخر الايه بتاع الوعاء نفسه. انا عايز اهو ونبتدي نحمر. هيقعد يزعق، احنا عايزين ناخد لون بس على اللحمه الاول. شايفين برضو انا مش حاطط بقى مش كبه مره واحده، ما اروحش دالق كله مره واحده، نحط حته حته. ليه بقى بحط حته حته؟ عشان مش عايز الطاسه او الحله نفسها تبرد بسرعه، انا عايز احافظ على الحراره. لو انا لما انا بحافظ على الحراره انا كده معناه ان انا هاخد اللون اللي انا عايزه بسرعه من غير ما الحله نفسها تبرد. حتى انتوا لو مركزين قوي الصوت بتاع الحله هديت، ودي كانت في التلاجه حاجه ساقعه دخلت حاجه ايه سخنه. مفيش مكان ليكو، استنوا هيبقى لكم مكان. بعد دي بعد ما كله هياخد لون من جميع النواحي هنعمل ايه؟ هنقوم حاطينها هتبقى برضو نايه، انا عايز لون بس من بره، لون بس من بره. هنرفعها نحطها في طبق نشوح الخضار وبعد كده ايه نرجع كله مع بعضه نغطي ويعيش حياته. دي الستبس الخطوات اللي احنا عايزينها من اي كباب حله. ايه تمسك تمام، دي هتاخد وقتها نقعد نمسك بقى بقيه الخضار ونقطع ونجهز كل ايه كل حاجاتنا. فانا عايز احط جزر ركزوا عملت دي تاني. ايه ده انت بتقطع بسرعه جدا من كل الكلام ده؟ انا بقطع بسرعه ليه؟ عشان السكينه حاميه ودي مسكها هنا. شايفين ايه اللي بيتحرك؟ الايد ده اللي بيتحرك تمام. بس تالي كمية الجزر ده كفاية. انا نبص بقى نشوف انا عايز اخد لون على اللحمة كلها. نقعد نقلب بتبان بقى واحنا بنطبخ ان الحله دي فيها ايه حتت سخنه عن حتت مش سخنه قوي. حركوا اللحمه يعني في النص باين قوي ان في الحراره كلها في النص. يعني هي كل الحاجات اللي هنا سخنه جدا من على الاطراف بالذات الناحيه دي انا حاسس ان هي ايه باردة شوية. فلو حاجة استوت او الحاجة مثلا خدت لون بركنها هناك وبجيب حاجة مكانها تمام. زي كده خلاص كده خدت ادي كده اول مجموعة وندي فرصة برضو الحلة تسخن تاني. عايزها سخن جدا، ريحة الضاني طالعة حلوة جدا جدا جدا. شايفين هديت خالص. هنا بقى انا حاطط ليه الحتتين الدهن اللي طلعوا من الايه من اللحمه الضاني. ليه حاطط حتتين الدهن؟ والدتي دايما كانت بتقول حط حته دهن كده في وسط الايه الباميه تفرق مع الباميه، او حته اللي هي المواسير دي هتعمل لي نفس الايه نفس القصه تمام.
بتدي طعم لطيف جدا 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 على التسبيكة كلها على بعض. تمام، حطينا ملح، ما حطيناش ملح ليه؟ لان المارينيشن بتاعه او التتبيله بتاعته كانت فيها ملح. تتبيله اقول لكم تاني عليها، ادي كده كوبايه زبادي على ربع حزمه نعناع على 8 فصوص ثوم، كل دول مضروبين في خلاط على معلقتين كبار من الملح. ده كده تتبيله الضاني. حتى لو عايزين تعملوا فخده ضاني اعملوا التتبيله دي وبيتوها فيها وبعد كده شوها بقى في الفرن وكله كان هيطلع حلو قوي. جميل كده، يعني احنا هنحطين نبتدي بقى في الخضار. عايزين نحطه اهو، طبعا في نفس الوقت يعني المفروض تفلفلوا شويه رز. تعملوا رز ازاي؟ اقول لكم ولا انتوا عارفين ولا هتسالوا حد تاني؟ اقول لكم ماشي عشان خاطركم انتوا بس. كوبايتين رز على نقول ايه 3 كوبايات ميه، يعني نحط مستوى الميه تبقى اعلى من مستوى الرز بتقريبا عقله واحده. جميل، رز في الاول مع خدوا نص بصلايه مفرومه حمروها في زيت وبعد كده نحط الرز عليها، نقلب 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 وبعد كده نحط المرقه او الميه السائل تبقى سخنه ياخد غلوه ينزل، بعد كده نهدي نوطي النار عليها وبعد كده ايه نوطي النار ونغطيها ومش هنقرب لها خالص خالص خالص. جميل، بس ادي كده الرز بعد ما يستوي هنعرف ان هو مستوي عشان بيطلع بيعمل خروم كده في النص لما بصينا من فوق. ابقوا ايه خلوها متغطيه واركنوها بعيدا عن النار عشان تطلع مفلفله كده، مش فيش اي حاجه هتلزق على قعر الحله ويبقى رز لا مش شايط ولا اي حاجه، هيطلع رز بيرفكت كل مره. حلو قوي كده، دخلنا في المرحله الثانيه اللي هي ايه الخضار. نحط بصل الاول، قصدي جزر، بعد كده نقوم حاطين البصل بتاعنا. مش فارقه بقى التقطيع بتاع دي، مش لازم تبقى مفرومه قوي. خد بقى البصل، البصل يعمل لنا صوص هايل. وجهز بقى الثوم، ناخد فصين مثلا ثوم جاهز، عصير ليمون ودبس الرمان والمعجون. دي المرحلة اللي جاية، يعني كل حاجة تبقى جاهزة قبل ما احط البامية، قبل ما افكر احط البامية. الفوطة اهي كده بدأت تبقى دبلانة شوية، البصل، حط التوم. اول ما ريحة التوم تبان نخش على الايه الانجريدينت اللي جاي، عصير ليمون، نلم البهاريز، هنا بقى اديني شويه ملح، فلفل، معجون الطماطم، وهنطلع فاصل. ادي كده معلقه كبيره من معجون الطماطم، هنطلع فاصل هنرجع على طول ايه ونكمل الايه الصينيه او مش صينيه، هنكمل الباميه باللحمه الضاني بعد الفاصل على طول. اشوفكم كمان شويه. رجعنا على طول، معناها ايه بقى ان انا بنحمص، حطينا معجون الطماطم كانت اخر حاجه حطيناها، نار عالي انا ما وطيتش النار خالص لغايه دلوقتي، عايز يبقى معجون الطماطم تتطبخ شويه. هنحط الباميه،
خليهم يتعرفوا على ايه، على الميكس اللطيف جدا اللي احنا حاطينه، جزر، بصل، كل الكلام الحلو ده. طبعا لما احط الباميه الطاسه هتبرد، صح؟ انا عايز كده، انا عايز الطاسه ابتدي ابرد الطاسه شويه من غير ما اوطي النار، تمام؟ معناها كده ان برضو بسخن الباميه واحده واحده، بسخن الباميه واحده واحده. جميل. اللحمه ترجع، عايزين افجر بقى كل الكلام اللي هناك ده. لسه حتتين الدهن ايه لسه موجودين في النص. قلب قلب كويس، كله هيتعرف ببعضه. بعد كده هناخد دبس رمان، مثلا معلقه كبيره، قلب. واخر حاجه اللي هي ايه، انهم حاطين طماطم مضروبه في خلاط ومرقه بس. الطاسه هتهدى خالص خالص خالص، صح؟ عايزين بقى تحطوا بقى شويه حبهان، هيبقى هنا لطيف جدا، شويه لومي هنا. ممكن بقى تزودوا بقى الايه، شويه التوابل بتاعتكم الخاصه بيكم. طيب اللي هيحصل، انا هنا في عندنا زبده ودقيق، انا لو على حسب بقى كل واحد حسب هو عايز ايه. لو انا بعمل لو احنا كنا هنعمل اللي هو الكباب الحله بالجريفي بتاعه، كنا هنعمل ايه؟ كنا وانا بحمر الجزر مع الجزر مع المعجون الطماطم مع البصل، كنت انا هعفر شويه دقيق واحط عليه مكعب زبده، كاني بعمل ايه، رو، كاني بعمل ربط للايه، للصوص بعد كده، ومكمل زي ما انا. الفرق بين اللي هيطلع هنا واللي انا كنت الربط بين الدقيق والزبده، ان الدقيق والزبده كان هيطلع لي صوص تقيل شويه، صح؟ اختياركم انتوا، عايزين تقللوا الصوص ممكن تعملوا كده. ممكن تعملوا حاجه اسمها، اللي فاكرين لو فاكرين كويس جدا، احنا لما عملنا كنا بنتكلم على الحاجات اللي انا بتقل بيها الصوصات زي ايه. كنت بقول ان احنا ممكن نتقل الصوصات بالرو وبانواعها اللي هي دقيق وزبده. ممكن نتقل، وفي حاجه برضو دقيق وزبده اسمها برماني. جميل. بر يعني زبده، ماني مش عارف، اكيد مش معناها فلوس، هي ماني مش ماني، بس ما علينا. كلمه فرنسيه. البرماني عباره عن دقيق وزبده. الفرق بين الرو والبرماني ايه؟ ان الرو بيتطبخ، البرماني ما بيتطبخش. بناخد ده على ده، نفركهم على بعض لحد ما يبقى ايه، زي حبوب كده، دي بتبقى مرملة كأن انا بعمل. يعني الفرق بين ده بقى والعجينة السابليه، ان عجينة السابليه هتاخد سكر وهتاخد ايه، ممكن تاخد بيض على حسب الريسبي. بس انا واخدين ايه، دقيق والزبدة ونفركينه ونزروة الدنيا، او ممكن كل ده يتعمل في الخلاط وخلاص، تمام؟ بس هي دي الفكرة بتاعت ان هي دي لما عايز اتقل الصوص بعد كده، وما انا واخد معلقه من الكلام ده وحطه في ايه، في وسط الحاجات. ادي كده البرماني، بس الموضوع ما فيهوش يعني ما فيهوش معادلات صعبه، تمام؟ طيب احنا دلوقتي عندنا حاجه على النار. الحاجه اللي على النار دي معمول فيها ايه؟ باميه، صح، لحمه ضاني، تمام، طماطم موجود فيها، جزر، حلو قوي. احنا بنتكلم في كل الحاجات اللي هناك اللي في الحله دي كلها حاجات ايه، حاجات دسمه او حاجات شتويه. يعني فكروا فيها ان هي حاجات شتويه، انا لما بفكر باكلها حاسس ان انا بتحر. فنقوم نعمل ايه،
احنا عايزين نخفف العمليه شويه، عايزين نخلي العمليه تبقى فريش شويه، يبقى في اختلاف في الـ في الـ في الطعم. مش عايز حاجه تلكم، انا عايز بالعكس حاجه لما كل ما طعم الحاجه يبقى فيها عنصر فريش في النص، كل ما بنحس ان هي اكله خفيفه. تمام، خاصه ان انا ما طلعتش حتتين الدهن الضاني. طب ايه اللي ينفع هنا؟ اعشاب فريش زي ايه؟ بقدونس، كزبره، عايزين تحطوا شبت حطوا شبت، بس ايه لما تيجي تاخدوها قطعوها بايديكم وزعوها في النص. جميل، نزلوها في وسط الكلام ده، هي هتتسبك مع صحابنا. تمام، انا هدوق الصوص دلوقتي. حلو قوي قوي. Oh, that's really nice. Oh, that's يعني شعرة ملح. انا مش عايز املح بزياده دلوقتي لان هي لسه هتتسبك ولسه في بخار ميه طالع، معناه ان هيحصل عمليه تركيز وكل الكلام ده. الغطا بتاع الاستاذ ده فين؟ انا وطيت النار، هغطيه، هنسيبه على حسب كميه اللحمه. الكميه اللي احنا عاملينه النهارده تقريبا داخله في 400 جرام، داخله على سكه نص كيلو. دي هسيبها نص ساعة، يعني هبص عليها بعد تلت ساعة، بس هسيبها، أنا عايز أسيبها نص ساعة. كل ما هي تقعد كل ما اللحمة تكون أطرى وأطرى وأطرى. أهم حاجة المشاكل اللي بتحصل، أنا طب أنا عملت كباب حلقة وسام زي ما أنت قلت بس اللحمة طلعت ناشفة. طيب المشكلة هنا إن أنتوا خليتوها، أكيد غلطتوا أنتوا في حاجة، إن خليتوا اللحمة تغلي، تبقى في مية مغلية مش متسبكة. الفرق بين التسبيك وبين الغليان، شايفين ال فتحت عليه الغطا تاني، شايفين البقاليل اللي بتطلع، بابلز اللي طالعه دي طالعه بسرعه شويه، انا عايزها دي تهدى خالص. بالعكس انا عايز كل فين وفين بابلايه. تمام، ده كده التسبيك. احنا لو كان معايا الترمومتر دخلت الترمومتر درجه الحراره ما تزيدش عن 70، بعد ابتداء من 68 اصلا درجه مئويه اللحمه النساير بتاعتها البروتينيه بتبتدي تكلبش في بعض، تبتدي تقفش كده جامد. ومهما عملنا حتى لو قعدت 60 يوم لو كلبشت الموضوع انتهى، محدش يغلي الميه. تمام، بالذات لما نيجي نعمل الفراخ، قصدي لحمه. جميل، طيب هنستنى على الاستاذ ده وبعد كده اول ما يجهز هناكل. ادي كده الباميه تسبكت، شايفين ده التسبيك، ده اسمه التسبيك. وادي حله رز كده، هنعمل فراغ في النص كده. برزنتيشن بامية، لحمضاني، جزر، طماطم، حاجة ايه، حاجة حلوة خالص. واتحدى يعني حتى لو معاكم حد في البيت ما بيحبش اللحمة الضاني، من كتر ما انتوا هتقولوا اهات بقى الله لطيفة جدا وحلوة، غصب عنهم لازم هيدوقوها. ده رأيي. بالمناسبة عايز احط الايه الحاجات دي الاول وبعد كده نديله ايه شوية صوص كده على الوش، او ممكن يتساب في الحلقة. يعني ده برزنتيشن، انا بعمل لكم حاجة عشان ايه تطلع حلوة في التصوير كل الكلام ده. صوص لطيف قوي قوي قوي، او هو ده الكلام. انا بالنسبه لي شويه الصوص اللي في الاخر دول عيش يا دوب متحمر في شويه سمنه وايه، واشربهم شوربه ونرجع لموضوع الفريش بتاع ان احنا نحط اعشاب فريش.
باميه باللحمه الضاني وال وباميه باللحمه الضاني وصوص كده لطيف جدا. مفيش حتتين دول بتوع الشيف مثلا، بس ايه نحطهم هنا. تمام، موضوع سهل جدا. احنا اللعبه كلها في مين اللي بيخش الاول على الحله. ترتيب مهم جدا في المكونات. تاني حاجه درجه الحراره لازم تبقى مظبوطه. معنى ايه تبقى مظبوطه؟ يعني التسبيك ما يبقاش بيغلي، لا بيعمل سيمرنج، يعني كل شويه في بقليله واحده بس. لو عملنا كده اللحمه كل دايما هتطلع طريه جدا، وهتطلع ايه حاجه ايه بتدوب في البق. الحلقه خلصت، هشوفه في الحلقه الجايه ان شاء الله. keep on cooking، وكل سنه وانت طيب.